اهلا بيكم في فيديو جديد. الحقيقه الفيديو ده مهم جدا وهنتكلم فيه عن افضل ايفون ممكن تشتريه دلوقتي، وهيكون مقتصر عن الاجهزه اللي بتبيعها ابل اوفيشالي على الويب سايت بتاعها. فلو يهمك الموضوع ده تتاكد انك متابع الفيديو للاخر وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. طيب خلينا نبتدي باول ايفون عندنا وهو الايفون 8 والايفون 8 بلس. الايفون 8 بيتباع ب $450 وبيتباع هنا في مصر في حدود ال 9000 جنيه، وال 8 بلس بيتباع في حدود ال 11000 جنيه. والحقيقه في نوعين من الناس ممكن يشتروا الموبايل ده. اول نوع لو انت عايز تشتري ايفون بهوم باتون او بالابعاد القديمه. الحقيقه ان الايفون 8 هو افضل موبايل ممكن تشتريه بهوم باتون او بالابعاد القديمه. لو انت ما بتحبش الجستشرز زي الايفون اكس او الايفون 11 او الايفون اكس اس، فالايفون 8 هيديك افضل موبايل بابعاد قديمه وتقدر تستخدم فيه الهوم باتون. الكاميرات اللي موجوده في الايفون 8 والايفون 8 بلس مميزه جدا، بتصور 4K 30 فريم بير سكند. الايفون 8 بلس بيجي برامه زياده عن الايفون 8 وبيجي بكاميرا زياده كمان وبيسبورت البورتريت مود، اما الايفون 8 الصغير ما بيسبورتش البورتريت مود. نيجي بقى لتاني نوع وهو الشخص البادجت بتاعته ما ينفعش تزيد عن السعر ده. فهقول لك اختيارين افضل من الايفون 8 بلس. اولا الايفون 8 بلس بيجي بنفس سعر الايفون اكس ار، فبالتالي الايفون اكس ار هيديك فاليو اعلى من اللي هيديها لك الايفون 8 بلس. هيديك فاليو اعلى في البطاريه، في الديزاين، في الشاشه، في الكاميرات، فروح للايفون اكس ار. اما لو انت معاك ال 9000 جنيه وعايز تشتري الايفون 8 الصغير، فممكن تشتري الايفون اكس ار يوزد. ففي حاله واحده بس تشتري الايفون 8 او ال 8 بلس، لو انت عايز الهوم باتون. اما غير كده فالاكس ار هيكون باكج افضل وفاليو اعلى. نيجي بقى لتاني موبايل عندنا وهو الايفون اكس ار. الايفون اكس ار بيتباع ب $600 وبيتباع هنا في مصر ب 10800 جنيه، ممكن تلاقيه بسعر اعلى او اغلى حسب الاستورج اللي انت بتشتري فيها. والحقيقه الموبايل ده بيقدم لك مميزات كتيره قوي قوي قوي. اول حاجه بيديك اوبشن الوان مش موجودين لا في الايفون 11 ولا في الايفون 11 برو. بعيدا بقى عن الالوان، انت كده كده هتحط كفر للموبايل ومش هتشوف غير الشاشه. الموبايل بيديك كاميرا واحده 12 ميجا بكسل بتصور 4K 60 فريم بير سكند، وبيديك كاميرا سيلفي مميزه جدا. الحقيقه الموبايل ده بيشيل من دماغك الدوشه بتاعه الايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس، الثلاث كاميرات، الكاميرا التليفوتو والوايد انجل والالترا وايد انجل. الموبايل بيديك كاميرا واحده بس تقدر تعتمد عليها في كل حاجه. الكاميرا ديت بتسبورت البورتريت مود. البورتريت مود لو ما تعرفوش وهو الشخص اللي انت بتصوره ينفع تعزله عن الخلفيه. فالكاميرات مميزه جدا، ديزاين سيمبل وبسيط وسهل والوان مختلفه، بطاريه مميزه بتكمل معاك اليوم كله. ده كله ب $600 او ب 11000 جنيه، فالموبايل ده هيكون مميز جدا بالنسبه لك. كمان الموبايل بيديك الفيس اي دي زي الايفون اكس وزي الايفون اكس اس وزي الايفون 11. الموبايل بيديك نوتش تقريبا زي اللي موجوده في الايفون اكس اس والايفون اكس اس ماكس، وموجوده برده في الايفون 11. فبشكل عام كده الموبايل بيديك ارخص باكج بكل الفيتشرز اللي موجوده في احدث الايفونات دلوقتي. فالايفون اكس ار الحقيقه مميز جدا في الموضوع ده. تاني اوبشن عندنا بقى، وهتعلي الليفل شويه، هتعلي الليفل فلوس وهتعلي الليفل فيتشرز وامكانيات، وهو الايفون 11. الايفون 11 بيجي ب $700 وبيتباع هنا في مصر ب 14000 جنيه او ب 15000 جنيه حسب الاستورج اللي انت بتشتريها. الحقيقه الموبايل هتاخد فيه افضل كاميرا في سمارت فون في 2019، افضل من اي موبايل اندرويد وافضل كاميرا ابل بتقدمها. الموبايل بيديك في الظهر كاميرتين، كاميرا وايد انجل وكاميرا الترا وايد انجل، الاثنين 12 ميجا بكسل بيصوروا 4K 60 فريم بير سكند. بيديك كاميرا سيلفي بتصور 4K 60 فريم بير سكند. بيديك كل الفيتشرز اللي ابل بتقدمها في الكاميرات، بيديك ديب فيوجن، بيديك نايت مود، بيديك افضل صوره بتطلع من موبايل ايفون. فبشكل عام لو انت مهتم بالكاميرات هتطلع من الايفون اكس ار تروح للايفون 11. بتاخد سيت اب كاميرات مهم جدا، والكاميرا الالترا وايد انجل اهم من الكاميرا التليفوتو بكتير. يعني الكاميرا التليفوتو لو انت عايز تصور حاجه من قريب هتمشي خطوتين قدام هتصور، هتديك نفس الايفكت بتاع الكاميرا التليفوتو. اما الكاميرا الالترا وايد انجل بتدي ايفكت كده شبه الجو برو. فالحقيقه هي كاميرا مميزه جدا، فالموبايل دوت هيديك فاليو كبيره جدا من ناحيه الكاميرات. رقم اتنين البطاريه، الموبايل هيديك بطاريه افضل من البطاريه اللي موجوده في الايفون اكس ار بساعة تقريبا او بنص ساعة حسب استخدامك. السكرين سايز نفس اللي موجودة في الايفون اكس ار وهو ال 6.1 انش، وتقريبا نفس الشاشة اللي موجودة في الايفون اكس ار. بيديك برضه نوتش زي اغلب الايفونات اللي موجودة دلوقتي، وبيديك فيس اي دي سكند جنريشن نفس اللي موجود في الايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس. فبشكل عام الموبايل ما فيهوش ولا كلمة، يعني مش هينفع تشتكي منه. الشاشة ممتازة، الكاميرات ممتازة،
البطارية هتكمل معاك اليوم كله، وممكن وانت بتشحنها بالليل يكون فيها 30-40% كمان. فالايفون 11 الحقيقة مميز جدا، وهو افضل موبايل بيديك فاليو مقابل الفلوس اللي انت بتدفعها فيه في 2019. نيجي بقى الليفل اعلى وهو الايفون 11 برو. الايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس ده ب $1000 وده ب $1200، هتلاقيه هنا في مصر في حدود ال 20000 جنيه، والبرو ماكس هتلاقيه ب 22000 جنيه. الحقيقة ان الموبايلات ديت في حاجة مهمة ممكن تكون غايبة عنك. الايفون 11 هو تقريبا 90% من الايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس. طيب يعني في فرق 10%، هل ال 10% دول اللي انا هعلى بيهم من الايفون 11 العادي اللي ب $700 للايفون 11 برو يستاهلوا ال 6000 جنيه زياده؟ يعني ده ب 14000 وده ب 20000، فالمفروض يكون في فيتشرز اكتر بنسبه 40%. الحقيقه الكلام ده مش هتلاقيه موجود في الايفون 11 برو. هيديك تقريبا 10% زياده عن اللي بيديها لك الايفون 11. هتاخد كاميرا ثالثه تيلي فوتو تقدر تصور بيها اي مشهد من قريب وانت واقف في مكانك. هتاخد بيها شاشه افضل من الموجوده في الايفون 11، شاشه اوليد بريزولوشن اعلى وبتقنيه الوان افضل، نفس الشاشه هتلاقيها موجوده في الايفون 11 برو ماكس. الافضليه بقى هترجع للايفون 11 برو او الايفون 11 برو ماكس بالنسبه للسايز اللي انت بتفضله. الايفون 11 برو موبايل لحد ما صغير، اما الايفون 11 برو ماكس حجم الموبايل كبير وتقريبا هو اكبر موبايل ابل بتقدمه دلوقتي. فهتشتري الايفون 11 برو او الايفون 11 برو ماكس في حالتين، في حاله ان انت معاك فلوس زياده ومش فارق معاك البادجت وعايز تاخد افضل سيت اب كاميرات، افضل بطاريه، افضل شاشه، افضل اوفر اول منتج ابل بتقدمه، فالايفون 11 برو هيديهولك والايفون 11 برو ماكس هتاخد نفس الكونسيبت. هتفاضل بقى منهم على اساس ايه؟ على اساس الموبايل اللي انت بتستريح في مسكته. الايفون 11 برو زي ما قلنا موبايل صغير، اما البرو ماكس فهو موبايل عملاق بس هيديك فيتشر زياده بقى عشان هو عملاق. هيديك شاشه اكبر وهيديك بطاريه ممتازه جدا، افضل اداء بطاريه في كل الايفونات اللي نزلت لغايه النهارده هو الايفون 11 برو ماكس. بس نرجع لمرجوعنا، لو انت عايز فاليو مقابل اللي انت بتدفعه، يعني لو انا قدامي الثلاث موبايلات وده فعلا حصل اخترت الايفون 11، لانه زي ما قلنا فرق السعر مش 40% فيتشرز، انت بتتكلم في 14000 و20000، فانا عايز بال 6000 جنيه دول فيتشرز اكتر، فهتديني شاشه لحد ما افضل وكاميرا زياده، والشاشه بتاعت الايفون 11 كافيه جدا وانا ساتسفايد جدا بالنسبه لي الشاشه ديت، وما عنديش اي مشكله في الشاشه. والحقيقه كبرفورمانس كمان البروسيسور اللي موجود في الايفون 11 هو الاي 13 بايونيك شيب، وفي الايفون 11 برو والبرو ماكس هو الاي 13 بايونيك شيب، ده ب 4 رام وده ب 4 رام، فكبرفورمانس ممكن كمان تلاقي ان الايفون 11 افضل لان الشاشه بتاعته الريزولوشن بتاعها اقل. هو مش هتحس قوي ان هو افضل، بس فيما بعد ممكن الايفون 11 البرفورمانس بتاعه يبقى افضل من 11 برو عشان الريزولوشن بتاع الشاشه اقل، هي شاشه ال سي دي وديت شاشه اوليد. فعايزين نعمل كونكلوجن كده للفيديو، لو هتشتري الايفون 8 او 8 بلس اشتريه في حاله ان انت عايز ايفون بهوم بوتون، اما لو عايز فاليو افضل اشتري الايفون اكس اور. لو عايز افضل فاليو في 2019 في موبايل ايفون فهتروح للايفون 11. لو مش فارقه معاك الفاليو والفلوس والقصه وعايز افضل ايفون حاليا اشتري البرو 11 برو او ال 11 برو ماكس حسب الموبايل اللي انت بتستريح في مسكته. بس كده ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب. هيبقى في فيديو قريب عن افضل موبايل ايفون بيديك فاليو بس يكون يوزد، مش هنتكلم بقى عن الايفونات الجديده، هنتكلم من اول الايفون 6 تقريبا لغايه الايفون 11 برو ماكس. فتاكد انك عامل لايك وتاكد انك عامل سبسكرايب. هسيب لك كمان اكونت تويتر لو عايز تعمل فولو، ولو في عندك اي سؤال ليه علاقه بالموبايلات او بالسعر او بتفضل ما بين موبايلين اكتبه في كومنت وانا هرد عليك.